بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور، يسرني أن أشارك في هذا اللقاء رفيع المستوى، شاكرة منظميه على تخصيص فضاء لتبادل الخبرات حول مجهودات الدول لتسريع المساواة بين الجنسين في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، وهذا بما يتطابق مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس منها. لقد التف الجميع في بلادنا في إطار التضامن الفطري للشعب الجزائري حول مجهودات الدولة لمكافحة جائحة كورونا نساء ورجالا على حد سواء، باعتبار أن المرأة الجزائرية تشكل نصف المجتمع كطاقة إنتاجية يعول عليها في بناء الصرح المؤسساتي للدولة، وهو ما جسده الدستور الجزائري مؤخرا الذي زكاها الشعب في الفاتح من نوفمبر 2020 بتكريس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وترقية المرأة في مناصب المسؤولية بتوسيع حظوظ تمثيلها النيابي في المجالس المنتخبة، لتسجل المرأة الجزائرية بصمتها الواعية والتضامنية لمجابهة الأزمة، سواء على مستوى الطواقم الطبية أو المجتمع المدني أو الإبداع المنزلي الذي تحول إلى مساهمة فعالة في توفير مستلزمات التعقيم والمحافظة على الصحة العامة من خلال حملات خياطة الكمامات لنساء ماكثات في البيت أو مستفيدات من مختلف برامج دعم التشغيل التي توفرها الدولة، لا سيما الوكالة الوطنية للقرض المصغر بنسبة 64% للمرأة. تشكل هذه المرأة المثابرة عضواً فعالاً في خلايا الإصغاء على مستوى قطاعي الصحة والتضامن الوطني للإصغاء لانشغالات المواطنين والمواطنات واستفساراتهم حول كيفية التعامل مع الأزمة، خاصة في علاقة المرأة بأسرتها أثناء فترة الحجر الصحي، ومعالجة الضغوطات النفسية. لهذا الغرض يشرف عليها طبيبات وأخصائيات نفسانيات بعنوان استشارات أسرية لأرضية رقمية، وكذا الجيش الأبيض يستشير، وهي أرضيات رقمية لمساندة الطواقم الطبية والأسر، إلى جانب حملات التحسيس والتوعية للتكفل بالفتيات والنساء القاطنات بالمناطق النائية، وهذا جنبا إلى جنب مع الرجل، مما شجع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على تدعيم مشاريع العديد من النساء الريفيات تندرج في إطار الوقاية من فيروس كورونا والندوة الدولية للمرأة الريفية تحت شعار إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية، والتي انعقدت بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 أكتوبر 2020 لخير مثال على إصرار الدولة على ترقية قدرات المرأة الريفية وجعلها تكتسح الأسواق الدولية بقناعة راسخة وثقة كاملة في إبداعها إلى جانب الرجل، وهذا لبناء الصرح المؤسساتي للدولة على قدم المساواة. وإن كان ذلك عبر منصات اللقاءات الافتراضية نظرا للظرف الصحي وتحويل جل النشاطات والتظاهرات إلى منابر لتبادل الخبرات كما هو حال لقاء اليوم، نؤكد في الأخير على قناعة الإرادة السياسية بقدرات المرأة الجزائرية وهمتها في بناء الصرح المؤسساتي للدولة إلى جانب أخيها الرجل، وبنفس الإرادة الواعية مما دفع إلى تكريس ذلك في مضامين الدستور الجديد المصادق عليه يوم الفاتح نوفمبر على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف
والعمل على ضمان سبل تمكينها السياسي والاقتصادي والتكنولوجي الذي دفعها إلى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ظل الأزمة الصحية من أجل الترويج لمنتجاتها ومساهماتها النظرية أو العملية من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني. تلك بإيجاز أهم النقاط التي وددت مشاطرتكم إياها كمنبر لتبادل خبرة أثبتت نجاعتها في سبيل إبراز مكان المرأة الجزائرية في وطنها. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.